بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح هنا برنامج باور ميرور، ده بستخدمه ان انا اعرض شاشة الموبايل على الكمبيوتر عندي. خطوات سهلة قوي، وهتلاقوا الرابط بتاع الخطوات موجود في اول تعليق، وهتلاقوا الرابط الموجود في تحميل البرنامج بتاعي بالكامل بالكراك بتاعه. اول حاجة اعملها بعد ما انزل الفايل بتاعي ان انا افك الضغط بتاعه. هتلاقي الخطوات سهلة قوي يا جماعة، هتلاقي جواه ملف الستاب بتاعه، وهتلاقي فولدر الكراك بتاعه. اول حاجة هعملها ان انا هسطب البرنامج ستاب عادي خالص، مفيش اي مشكلة. وزاد التأكيد انت بتفصل النت عشان تعرف تأكتيفه، مش اكتر من كده. انا هو هسطبه، طبعا في مجموعة لغات من ضمنها الانجليش، من ضمنها مجموعة اللغات، بس للأسف مفيش العربية، فانا هختار الانجليش هسطبه مفيش مشكلة، واقول له اوكي. هيبدأ عملية الستاب بتاعتنا العادية اللي احنا متعودين عليها، ويزرد عادي. طبعا بعمل اكسبت الاجريمنت بتاعتي، الباص راح يسطب فين، الخطوات على كاري شورت كات على الديسكتوب ولا لا، في الستارت منيو ولا لا، نيكست، واستناه لغايه لما يخلص. طبعا التطبيق ده يا جماعه يشتغل مع الايفون ويشتغل مع الاندرويد، مفيش اي مشكله، ويشتغل كمان مع السمارت تي في، يعني ده الحاجه على شاشه التلفزيون بتاعي يربطها على الكمبيوتر بتاعي، تتعرض على شاشة الكمبيوتر والعكس. ده بيشتغل بالواي فاي، بيشتغل بالكابل اليو اس بي حسب ما انت عايز. طبعا الرسالة اللي طالعة دي بيقول لي انا مش قادر اوصل للسايت، ان انا فاصل النت في اللحظة دي، مفيش مشكلة ما تقلقش. تمام، لو انت شغال على النت مش هيتظهر لك الرسالة دي، بس طبعا انا فاصل عشان اتأكد من ايه، ان الاكتيفيشن هيشتغل. وطبعا طول ما تشغلش البرنامج ابدا اظبط الكراك بتاعي. هتلاقي موجود ملف عندك انا حاطه ريدمي، هتلاقي بيقول لك ان انت الخطوات انك هتاخد كوبي الملفات اللي جوه الكراك دي زي ما هي كده كوبي، هتحطها في الفولدر انت سطبت فيه. هاخدها كوبي اهي، اروح على الباص بتاعي، اجيبه ازاي؟ رايت كليك عليه من جوه ستارت، هقول له مور اوبن فايل لوكيشن. لو عندك ويندوز فيرجن تاني هتدور على اوبن فايل لوكيشن، اهي طلع لي شورت كات برده بتاعتها، رايت كليك عليها اوبن فايل لوكيشن، ادي الفولدر بتاعي. لو انت كنت حفظته من الويزرد اصلا كان ممكن تخش عليه من اكسبلورر عادي، وهقول له بيست. طبعا قال لي الملفات دي موجوده، هقول له اوفر رايت عليها. تمام كده خلاص انا شغلت الكراك بتاعي، كمان حضرته. هفتح الابلكيشن بقى بتاعي هتفرج عليه. اول ما هشغله يا جماعه اول مره هيطلع لي كده زي الويزرد الجايد بتاعه ان بيعمل ايه. تمام، بيقول لي ممكن تشتغل عن طريق اليو اس بي اهي مفيش مشكله. بيقول لك ده ميزته طبعا ان ممكن تشغل الكيبورد على الموبايل، انك تشتغل على الكمبيوتر بالكيبورد، الشاشه بتاعتك تبدا تبعت مسج، تبدا تعمل كل اللي انت عايزه على الكمبيوتر كانك شغال على الموبايل، بدل ما تشغل بالكيبورد بتاعت الموبايل، لا انت شغال بالكيبورد والماوس على الكمبيوتر. ادي الاوبشن بتاعته، هي اندرويد اي او اس اللي هو الاي او اس اللي هو بتاع الايفون التي في سمارت زي ما انت عايز. وهتلاقوا في الرابط عندك موجود الخطوات بتاعته، ازاي اتعامل معاه مع الاي، مع نوع التليفون بتاعي او نوع الشاشة بتاعتي. شكرا على وقتكم.